كم سؤال يكثر في هذه الأيام، هل الميت له أضحية مستقلة؟ إذا أوصى من ماله هو أعطاكم مال وقال المال هذا تضحوا لي كل سنة، نعم نطبق الوصية. لكن أوصى ما وضع مال، الصحيح وصية النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الأضحية الواحدة عن الأحياء والأموات. إحنا نشوف ساعات في بعض البيوت بيت واحد في خمسة ضاحي، ليش؟ والله واحد بضحى عن أمي وثالث بضحى عن جدتي واحد بضحى عن مدري فلان. يا أخوان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا تتشددون، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش واحد عنا وعن آل محمد كلهم بكبش واحد أضحية واحدة، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما أخص أضحية للميت هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، أضحية واحدة على الأحياء والأموات. السؤال الثاني مهم أيضا، نسمع كلمة واحدة تسأل تقول شيخ أنا ما زلت محرمة، شنو محرمة؟ يظنون أن اللي بيضحي أنه يحرم، لا ما يحرم. الإحرام أنه ما يمس الطيب ولا يمس أهله ولا يعقد النكاح ولا يتزوج ولا يزوج وغير ذلك، لا ما يسمى إحرام، فقط يمتنع عن قص أظفاره وشعره. أظفرين قص نصه بكمل النص عادي، لكن قطع جلدي هكذا لا، الأولى لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره. أما إحرام لا، مو معنى إحرام، إحرام هذا للحاج والمعتمر ما يسمى إحرام. السؤال الثالث ورد أمس، واحد يقول يا شيخ أنا بحياتي كلها ما ضحيت أبدا، هل أقضي؟ لا ما يقضي، هي الصحيحة على قول الجمهور فقهاء أنها سنة مؤكدة، واضح؟ لكن ما كان يضحي من قبل ما على شيء. طيب عندنا واحد هني مدرس ولا واحد عام في الكويت وهلا في مصر، هو الآن لو أرسله إلى مصر أموال وهلا ضحى وما على شيء، زوجته تكون صاحب الضحية، هو صاحب الضحية يمسك ويخبر أهلا متى راح تذبحون، ما في حرج، الدين يسر. أنا هني أعمل وأهلي في الأردن، أهلي في سوريا، برسل أضحية لسوريا أحوج، إلى الأردن أحوج، إلى مصر أحوج، إلى اليمن أحوج، ما عليك حرج، يجوز نقلها للضرورة. وهنا الآن الفقراء هناك محتاجين أكثر، أفضل أنك تأكل منها وتذبحها وتراها، نعم هذا أفضل، لكن بوديها برا يجوز ولا حرج إن شاء الله تعالى. السؤال الرابع والأخير، واحد يقول طيب أنا ما عندي فلوس، يجوز أني أتسلف أتدين من واحد أو راعي الغنم أقول له عطني أضحية وأعطيك بعدين، يجوز، لكن هذا دين وما يجب عليك، ما عندك ما يجب عليك. لكن لحظة دقيقة، تلفونك 12 برو ماكس بعد ما شاء الله عليك، اللهم بارك، يعني كم قيمته هذا؟ وما عندك حق أضحية ولو 30 دينار تذبحها باليمن ولا بالصومال ولا أي دولة، هي سنة مؤكدة. لكن بعض الناس أنا ما عندي، شو ما عندك؟ والله لو تشتري شيء دبر، فلو اشتركوا مجموعة قطية بينهم ما في حرج. طيب أنا واحد أعطاني خروف هدية، يجوز أني أنا أنويه أضحية؟ ما في، واحد قام بضحي عنك أقول ترى دفعت عني وعنك أضحية، يجوز، بس يخبرك لأنها تحتاج إلى توكيل وهذه عبادة في هنية، يخبرك أني أنا ترى شارتك أضحية ترى بضحي عنك إن شاء الله تعالى، ما في حرج، بس تبلغ اللي بتذبح له ولتصدق له، لأن هذه عبادة تحتاج إلى توكيل، والله أعلم. وللعلم عشان تكون بالصورة، ترى الذبح للأضحية ملازم أول يوم، نعم. قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، أي الهدي أو الأضحية، صح؟ مذبح ثاني أيام العيد، عندك إلى رابع أيام العيد اللي هو قبل غروب الشمس، أيام التشريق كلها، واضح؟ يعني أسعار الأضاحي للأسف أن المسلمين بعضهم يستغل المسلم، صارت الأضاحي عندنا 180 دينار، صارت يمكن 2000 درهم 2000 ريال، ليش الاستغلال؟ وتشوفون النصارى واليهود وغيرهم بأعيادهم ينزلون، احنا مسلمين يستغلون، أعوذ بالله من استغلال المسلمين. عموما